في الميدان متماهيا مع الأهداف التي عاش واستشهد لأجلها. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار شهيدا مشتبكا مع الاحتلال الذي قارعه حتى آخر لحظاته وفق إعلان رسمي للحركة. ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى الذي ارتقى بطلا شهيدا مقبلا غير مدبر ممتشقا سلاحه مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من لحظات حياته. ماذا بعد السنوار؟ سؤال تردد وسيتردد كثيرا هذه المرحلة. أجابت الحركة عليه على الأقل في ملفي الأسرى الإسرائيليين ومصير جبهات المقاومة. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. هو ذاته ما أكده الجناح العسكري للحركة. كتائب القسام قالت في بيان إن العدو واهم أنه باغتيال القادة يمكن أن يخمد جذوة المقاومة أو يدفعها للتراجع، كما أن لا مشكلة في اختيار القادة. محمود مرداوي القيادي في حماس أوضح أن الحركة ستقوم باختيار قائد جديد لها قبل أي مقترحات بشأن الهدنة. في كل محطة قدمت فيها رئيس مكتبها السياسي حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدا، فورا قامت بالإجراءات اللازمة داخليا وتنظيميا وملأت الفراغ ونهضت واستمرت في طريقها. تحد جديد تواجهه حماس بعد استشهاد السنوار وتكرار استهداف قادتها، في وقت يؤكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على قطاع غزة مستمرة.